السلام عليكم أصدقائي وأعزائي، هواي لاعبين يسألوني كابتن أريد نتعلم السيطرة وشلون نتعلم هاي التقنية وشلون صار عندنا سيطرة وتحكم على الكرة. تابعون طريقة الخاصة راح أعلمكم شلون صار عندكم سيطرة وتحكم على الكرة كنترول. هاي طرق تعليم، لكن طريقة الخاصة بتعليم السيطرة والتحكم على الكرة الكنترول هي الأسهل والأسرع، وتحس أن أكو فرق خلال فترة وجيزة راح تتحسن وراح تتطور عندك هاي التقنيات. أريد أتعلم سيطرة على الكرة، شجيب أجيب شبشة أو أجيب هاي حاجة بألف دينار تشلع الشنقال مالتها وتخلي لها حبل، أوكي؟ ما ركبناها نشدها ونخلي مي للكرة ومي الهاي الحلقة. رجعها عليها. إذا ما عندك شبكة تستخدم هاي الحلقة، أوكي؟ عشان أشيل الكرة. شباب أول ما أجي أتعلم سيطرة على الكرة بالشبكة، بس مجرد أحفظ تكنيك مال الكرة شوية 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 مدة دقيقتين أو دقيقة حد ما أتعلم بها، أوكي؟ إذا ما عندك شبكة تقدر تستخدم هاي، تخيل خيط تشتغل بها هم عادي، بس شوية تقدر تطول الخيط مالتها هم تشتغل براحتك، داخل قدم باطن قدم، أوكي؟ يمنى يسرى، إيه براحتي، شوية شوية بالفخذ مجرد شنو هاي خيط. بعد ما خلصت الدقيقتين واخر الشبكه واخر هاي واجي اشتغل السيطره باليد، اخلي ايدي واحسب واحد وامسكها بيدي، واحد وامسكها بيدي، واحد وامسكها بيدي، واحد وامسكها بيدي، شويه شويه راح تستعجل، راح ترتبك، راح توقع الكره منك مره ومرتين والف ومية، شويه شويه تتعلم مرور الزمن، مده دقيقتين راح تشتغل هذا التمرين. اشتغل حسين، ايه يمنى يسرى، يعافية يمنى يسرى، قد قد يمنى عافية خلاص. التمرين الثاني نفس الحالة، هم استخدم ايدي بس احسب واحد اثنين يمنى ويسرى، واحد اثنين وامسكها بايدي، راح تلقى من عندك ما يخالف، شوية شوية راح تحاول، واحد اثنين واحد اثنين شوية شوية ما يخالف، واحد اثنين شوية شوية راح اتعلم دامس، واحد اثنين واحد اثنين عافيه، واحد اثنين عافيه، واحد اثنين اثنين واحد اثنين قد واحد اثنين عافيه. نفس التمرين رقم ثلاثة، شو اشتغل؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أول وحدة واحد اثنين ثلاثة، الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة، الثالثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، شوية شوية أصعد، أول وحدة واحد اثنين ثلاثة، اثنين ثلاثة، إيه واحد اثنين ثلاثة أشيلها، إيه اسمعي خالد، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عافية. اشتغل بالفخذ، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، اوكي داون اثنين اي واحد اثنين واحد اثنين تمام. هسه نفس التمرين بالفخذ، واحد اثنين امسكها، اوكي واحد اثنين وامسكها داون اي جود، واحد اثنين جود كل زيان، واحد اثنين كل زيان، واحد اثنين كل زيان جود تمام. اشتغل براسي، واحد 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 اوكي شويه شويه، واحد اثنين شويه شويه، واحد اثنين ثلاثه شويه شويه، واحد اثنين ثلاثه اربعه شويه شويه، اصعب بالتمرين دام احسن، واحد واحد ايه عافيه، واحد اثنين ثلاثة عافية، واحد اثنين ثلاثة أربعة جود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني شنو
الايد مالتي عفتها راح اخلي الكره تطبطب بالقاع، اوكي؟ بس مجرد اخليها ترتفع بالقاع وارفعها من القاع مره واحده، اوكي؟ واحد اثنين واحد اثنين، اوكي؟ واحد اثنين، بس مجرد اخليها ترتفع مده دقيقتين، 3 دقائق، دقيقه ونص ما يخالف، بس اكثر شيء دقيقتين اشتغل هذا التمرين. داوم. واحد اثنين، عافيه. واحد اثنين، جود. استخدمت هسه انا من الساعه استخدمت واحد اثنين، واحد اثنين، هسه نفس التمرين استخدمه، بس شنو اخذ اثنين. واحد اثنين. واحد اثنين، اوكي؟ واحد اثنين، نخليها الكره شنو؟ واحد اثنين، الكره ما اخليها تنزل بالقاع، الثانيه ارفعها من القاع حتى شنو؟ مره ثانيه اخذ اثنين، مره ثانيه اخذ اثنين، اوكي؟ قد ما ترفع الكره قد ما انت راح تسيطر مره ثانيه. داوم. واحد اثنين، ايه، واحد اثنين، حاول ترفع الكره، واحد اثنين، جود، ما يخالف، واحد اثنين. هذا التمرين مده دقيقتين. واحد، عافيه، عافيه، اوكي، زين، زين، كله زين. كل زين، عفية أحسن. ستوب. هسه نفس التمرين، واحد اثنين ثلاثة، أوكي؟ واحد اثنين ثلاثة، بس ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، داوم. نفس التمرين، واحد اثنين ثلاثة، أرفع الكرة اللي فوق، شوف. واحد اثنين ثلاثة، أرفع الكرة اللي فوق. واحد اثنين ثلاثة، أرفع الكرة وين؟ اللي فوق، أوكي؟ داوم. عافية. جود. زين. ايه. جود. جود. هسه نفس التمرين، واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة خمسة. واحد اثنين ثلاثة ستة. لحد ما أوصل للعشرة. أوكي؟ شوية شوية أصعد. هذا شنو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. والنوب خمسة ستة شوية شوية تصعد، اوكي؟ لا اركضها بيدك، احنا بعد ستوب. لا تكض تمسك الكرة بعد، احنا عبرنا مرحلة ان انا امسك الكرة وين؟ امسك الكرة بيدي. أول مرحلة كنا نستخدمها امسك الكرة بيدي، هسه بعد عبرنا هاي المرحلة، يعني شنو؟ خليها بالجو، اوكي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة أصعدها. والنوب أرجع عيد، خمسة ستة سبعة 8 9 10، اوكي؟ يلا. عافية. 1 2 3 4 5 عافية. 6 هسه. جود. ممتاز. عافية. ايه 7. جود ما يخالف. ايه 8. جود ما يخالف، ما يخالف، محاولة. شباب، هسه نفس التمرين، اوكي؟ اشتغل حر، احاول ارفع الكره منين؟ من القاع، يعني بعد شنو بعد؟ عبرنا مرحله اني انا شنو اخلي الكره بايدي، لا، انزل الكره واحاول ارفع الكره بمن؟ مجرد هاي الرفع. هاي انا شنو؟ انا اقدر ارفعها، بس للمتعلمين المبتدئين، انا مبتدئ اريد اتعلم السيطره، اجي ارفع الكره باي طريقه، باي محاوله، شلون ما كان، المهم اني انا اتعلم. بداياتي اني انا اتعلم، بعد ما اتعلم وصير عندي احترافيه راح بحركه باي حركه من الحركات اللي انا اقدر ارفع الكره، هسه انا هسه انا ارفع الكره، اوكي؟ اقدر اي طريقه اسحب الكره وارفعها هاي براحتي بالفخذ، اشوف براحتي اشتغل شويه شويه. هاي التمارين خلال اسبوع تستمر عليها، الاسبوع الثاني راح تتطور يصير عندك احترافيه، وشويه شويه راح يصير عندك تقنيات تتطور. هسه اشتغل براحتك. جود. بالفخذ. شغل الفخذ مالتك. جود. بالزين. اي. تقدر براسك. عافيه. ممتاز. ممتاز. نزلها بصدرك. يلا ما يخالف. شباب هاي التمارين خلال اسبوع راح تتطور وتحسن مستواك وادائك. يلا بطل.
اتمنى استفاديتوا من هذا المقطع، وان شاء الله راح ننزل مقاطع جديده. لا تنسون الاشتراك ودعم القناه ودعم التيك توك، وكل حساباتي موجوده بالصندوق الوصف. تحياتي لكم المدرب المطور المتخصص بتدريب الفئات العمريه علي كاظم، في امان الله.